هاد لي جون هادو اللي كيمشيو يديروا الشغب في التيران، علاش زعما؟ علاش زعما حيت انت زعما كتشجع واحد الفرقه غادي تمشي تهزم على الجمهور ديال الفرقه الاخرى؟ حشومه، راه كاين شحال من دار كتلقى فيها رجاوي وكتلقى فيها ودادي، علاش ما كيتضربوش مع بعضياتهم هذاك اللي ساكنين في نفس الدار؟ فهمتي علاش كيمشيو حتى كيدخلوا للملعب الوسط عاد كيديروا داك الشيء؟ كيدخلوا للملعب اللي شادينهم الكاميرات اللي شادين كل شيء، في نفس الوقت انهم كيعطيو واحد الصوره خايبه للبلاد ديالنا في الخارج على المدى على صوره عالميه، وفي نفس الوقت راه بنادم حتى هو كيخسر الصوره ديالو، راه الكاميرات كيشدوا كل شيء، راه شحال من واحد كيشدوا شادين وجهه في الكاميرات على الشغب اللي كيديروا على داك الشيء اللي كيدير، بحال في الفيديو ديال لي فيديو اللي تلاحوا ديال هذا الماتش ديال الجيش، كتشوف واحد من الجماهير اللي هاز واحد العصا ولا ما عرفت شنو داك الشيء اللي هاز وكيهجم على رجال الامن. مثلا بحال دابا هذا نرجعوا للسؤال اللي سولتيني عليه ديال انه شنو العقوبه ديال بحال دابا هذا الشخص هذا اللي كيتهزم على رجال السلطه، هذا خصو حبس طويل، هذا خصو وما خصش غير الحبس العادي، خص الحبس بالاعمال الشاقه باش بنادم يتربى ويتقاد. الجيش الملكي والمغرب الفاسي هو كيبقى لقاء عادي، واش الجيش معمر ما خسرت التيرانه؟ واش الرجاء معمر ما خسرت التيرانه؟ واش الوليده معمر ما خسرت التيرانه؟ هذاك الشيء اللي بحكي انا كنربطو مساله اقتصاديه. بنا ناقص الناس محقو يعني مشحونه محاقده بالممتلكات، تكسرات الملعب تكسر، الاجهزه تكسكات، الصحافه تعدوا عليهم، البوليس تعدوا عليهم، هذا مؤشر خطير، كيخص الحكومه كتنوض دير شي حاجه. هذا الشيء اللي كنعيشوا فيه ديال ازمه الغلاء وارتفاعات في الاسعار وهذا، راه الحمد لله ذاك الملعب، الحمد لله ذاك الملعب تفرغت فيه ذاك الطاقه وما كنتمناوهاش. الجمهور الجيش الملكي او الاداره الجيش الملكي راه ما يمكنش لا تسد الجمهور ديالو تقول له سيري دير، واش لا يعقل؟ راه الجيش الملكي فرق كبير واداري، وحنا كنعرفوا الاستحاره مو كيداير وكنعرفوا يعني المكسب ديال الجيش الملكي. الجمهور كيخص الجمهور القصير ما بقاش يدخلوا التيران، خاص الوالدين يوعاو، كيخص هذا الشيء يدخل المدرسه، الناس الامن اللي تعرضوا للتعدد راه حرام، راه حرام. ذاك البوليس اللي جاته عام مستديمه راه عنده اربعه الاولاد ثلاثه الاولاد، واش بغي انت اللي يهرسك؟ انا كنوجه ليك انت اخي المتفرج، واش بغي اللي يهرسك؟ تبغي اللي يريحك من الخدمه؟ تبغي اللي يخلي عليك الكريديات؟ تبغي اللي ولادك يكونوا يقراوا ما يبقاش يقراوا بازمه ديال واحد السيد غيتصاب مستديمه ماشي حرام؟ وكنتمنى من الحكومه، هذا مؤشر خطير، ناقوس خطر، قنبله موقوته، شوفوا واش غديروا في الاسعار وشوفوا كيفاش الامور تتدبر. وكيخص النموذج التنموي اللي سيدنا للشباب خاصو ينزل على الواقع، وكيخص الجمعيات يخدموا والفاعلين اللي عندهم غيره على هذه البلاد وكيحبوا هذه البلاد ينوضوا يخدموا على الشباب وشوفوا وما نتسناوش وما نعطيوش فرصه لاعداء الوطن واللي كان اللي هو ما كيحميش المغرب ولا ضد المغرب ولا ضد الاراده الملكيه لسيدنا اللي كيحاول يزيد بهذه البلاد القدام، غتجي تخرب لنا في واحد الماتش وتعطي واحد انطباع المغرب كيداير وما تسناش هذه العدوى دور لينا في التيرانات. البوليس غير مسؤول على الشيء اللي كيوقع في التيران، التيران حنا كنعرفوه وكنخدموه فيه، الملاعب نهار كتكون مقصوده راه كيدخلوا بالاربعاء وبالخميس والجمعه ويرتبوا الامور ديالهم، حنا كنخدموا في التيران وكنعرفوا شنو التيران، ونتحدى شي ماتش ما كيتقلبش شي واحد، وسيتو في التيران ديال الرباط وفي التيرانات ديال الدار البيضاء وفي التيرانات الكبار اللي معروفين كلشي كيتقلب. اذا داك الشيء اللي دخل التيران كيكون داخل بيومين او بثلاث ايام سابق الملعب، ودوك الناس اللي كيخدموا في هذا الشيء راه عارفين، حافظين التقابليات، كنتاسف على الكلمه، حافظين التقابليه الملعب. اذا ما يمكنش رجل الامن غيسمح واحد المباراه وعارفين الظرفيه اللي كيعيشها المغرب اليوم وغيجي يربع يدو بلا يدوز البراق دوز، هذا امبوسيبل. كاينه غلطه ربما غير مقصوده للقصيرين، والقصيرين راه دائما معروفه كيتشحنوا وهما اللي كيبداو بالشراره الاولى، كيكون واحد ليسونس اللي كيشعلوا به هذا الشيء، والناس اللي داروا هادشي خاص الضرب، بغينا ولا كرهنا كيخصكم تعاد فيهم التربيه من الوالدين ومن المدرسه. البال حاولي ما عجبنيش انا هذاك الماتش ديال الجيش والمغرب الفاسي، هذاك الفوضى اللي عملوا الناس راه زعما راه حشومه، راه عيبات الشيء، راه عمره ما كيتعمل كرة القدم، فيها واحد تيخسر واحد تيربح وتشجيع الناس. ما ندخلوش مثلا للتيران ونديروا الشراب ونضربوا الناس ونهرسوا الطوموبيلات، هذا الشيء راه عمرنا حنا ما عقلنا عليه. حنا كنا كنمشيو للتيران كندخلوا باحترام ونخرجوا باحترام، والناس البارحه تهرشت الطوموبيلات والامن تضرب، راه ماشي معقول هذا الشيء، راه عيب.
هادشي راه عيب. شنو هي العقوبة اللي استاهلوا الناس اللي دار؟ العقوبة اللي دار الذنب يستاهل العقوبة. الناس اللي عملوا هادشي فهمتي الأمن هو اللي حامينا صاحب جلالنا نصر الله كيبغي البلاد تكون مأمنة ما كيبغيش هاد الصداع وهاد الفوضى اللي دايرين هاد الناس هادو. دخل التيران تبدا تهرس وتبدا تضرب راه ماشي معقول. حنا كنا كنمشيو نتفرجوا باحترام ونخرجوا باحترام. خويا هذاك الشيء ماشي شغب. راه جريمة ماشي شغب هذاك الشيء اللي كان بالح راه جريمة. يعني راه فايت عملوا هذا الشيء عملوا هنا في الدار البيضاء ملي كان يلعبوا مع الرجاء فهمتي هذوك لها علاقه بالكره هذوك الهجره القرويه اذا ما كنعرفوا حول الجمهور ديال الجيش هما ديال كانوا بكري كنا كنتفرجوا بكاس محمد الخامس كنا كنشجعوهم حنا بيضاء وكان عندهم مع العسكر ما كانش عندهم الجمهور السينات والسبعينات والثمانينات دابا تال ديك الموجه ديال مرات الثمانينات جاو هاد الناس هذو فهمتي والجمهور ديال الجيش هو ديال الفتح وديال البريد الرباطي واليوسف الرباطيه والتوارقة هادو لا ما كانش عندهم جمهور هادو ناس عروبية مثلا الهجرة القروية كانوا جاو دابا كيفرغوا الكبات ديالهم وهادشي اللي عملوه فهمتي الله يلاه صفر بكل صراحة هادشي اللي عملوه هذا طلبوا مسلح حموشي فهمتي يكون شي عقاب لي يعني هادشي يعني الصورة ديال المغرب وسخوا صورة المغرب يعني صورة المغرب وسخوا هادو المهم لا علاقة بالرياضة هادو